مستثمرين. تسمحوا لي نطرح لكم انا سؤال، كيف كانت الوضعيه مثلا منذ ثلاث شهور ولا اربع شهور كيف كانت؟ تغيرت. هل كانت حركيه هذه؟ هل كنتوا في الزيارات تزوروا معامل مثل هذه؟ هل كانت يعني هذا الامل هذا عند الشباب وعند المستثمرين الثقه هذه؟ ما كانش. كل اذا هذه الحركيه الديناميكيه شكون اللي وراها؟ وراها السيد رئيس الجمهوريه بعد ملاحظته ان الاوضاع راهي يعني جد صعبه وما فيش عمل وفي شباب اللي ينتظروا خاصه خريجين الجامعه، اذا حاول باش يوجد الحلول الملائمه للسماح لكل الناس اللي حابين يبدعوا يخلقوا ينجوا، خلق لهم الظروف الملائمه بالتنسيق مع السلطات على جميع المستويات، اعطى تعليمات، احنا رانا هنا كلنا لتنفيذ التعليمات تاعو. ذكروا هذا الاجتماع اللي تراسوا لاعاده يعني البعث الاستثمار يوم 3 ديسمبر، من ثم كانت الانطلاقه. انذاك خبر الجميع ان هناك الوحدات بالعشرات بالمئات راهي معطله لا لشيء فقط لان هناك مشاكل تاع البيروقراطيه، قالها صراحه وقال اكثر من هذا، قال ربما البعض منها مفتعل. هذا ما قبلوش ابدا وكان فيه نبره في الخطاب تاعو. انذاك كلفنا احنا كل على مستوى المركزي وعلى مستوى المحلي باش نحصيو كل هذه المشاكل، كل هذه الوحدات، كل هذه المشاكل، وكان فعلا كانت فعلا الانطلاقه في اذا هذه الكيفيه لاسترجاع هذه الوحدات لمعرفه بتدقيق المشاكل يعني لي بروبليم لي كونترانت اللي راهي متواجده بها لاحصائها والعمل قصد ازالتها. وكان هذا هو الوضع الحمد لله. اليوم من اسبوع الى اسبوع راهي بالعشرات لهنا على مستوى الولايه، نظن قداه 138 مؤسسه اللي تم رفع عليها القيود. لو كان نشوفوا كل مؤسسه هذه قداه الخدام راهي تخدم، راهي بالمئات بالمئات، وهذا هو الحال على مستوى كل الولايات. راكم شفتوا اليوم هنا في الزياره اللي تاعنا اليوم اللي دامت ربما 3 ولا 4 ساعات في جميع المجالات. ici il y a le four, là il y a la matière première, donc qui est transmise ici pour être enfournée, et là c'est le cycle de production.